سلام حبيب ديالي، كي دايري؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحيحه؟ كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم صحيحه والسلامه يا ربي، واللي في امنيه ديالو شي حاجه يا ربي حققها ليه. اليوم ان شاء الله جيت ندير معكم واحد العصير، واحد العصير اللي مختلف تماما بدون فواكه بالقرعه. العصير اللي كيجي في العود دلافوكا، بالنسبه اللي ما عندوش لافوكا ديك الساعات كيدير القرعه. انا درتو صراحه حسن عجبني وبغيت نشاركو معاكم. اللي كيجي غزال بزاف وكيجي صراحه ما كتفرقيش ما بين لافوكا، يعني واحد الا ما قلتيش له انا ما دايره القرعه ما كيفرقش بيناتهم نهائيا. وغنديرو وغتجربوه ان شاء الله وغتردوا عليا وغيعجبكم، لحقاش ما كيجيش بحال فيه نسبه القرعه ولا فيه مذاق القرعه نهائيا. عندي هنا جوج الحبات القرعه، غنسلقهم وغنخليهم حتى يبردوا وغنرجع معاكم. كنقطعهم غير هكا على اربعه. ها القرعه عندي راه مغسوله ومقشره، ما ديروش القرعه بزاف باش ما كيجيش باينه القرعه. حتى دابا عاود لا ديري لافوكا في ديك نسيطره الحليب، هاد جوج د القرعات هما في عاود ديك لافوكا. صافي غادي نسلقهم غنخليهم حتى يبردوا وغنرجع معكم ديك الساعات نوريكم شنو كندخل معاهم باش ما كيجيش المذاق ديال القرعه. انا رجعت لكم بعد ما تسلقات القرعه وصفات وبردات، سمحوا لي بعد ما تسلقات القرعه وبردات انا رجعت لكم. ها هي بردات، درتها دابا في ماينيكس باش نعصر عليها فيها دانون ديال الفاني، غنزيد عليها دانون ديال الفاني. ها هو راه كتجي والله ما كتفرقي بيناتها واش دايره لافوكا ولا دايره العصير ديال القرعه. كنزيد عليها فاني سبعة غرام، ها هي وصيلة خمسة، نزيد عليها الحليب وغندير لها السكر. السكر على حسب الذوق، الواحد يدير لي القياس ديالو لي كيعجبو.